هذا هو الكرب، منطقة الكرب صورتكم في أيام الخريف هتصل بها. هذا يعتبر التسجيل الثالث في الكرب. اليوم طريق أنا علي 14 شوال 1435 الموافق 10 أغسطس 2014 من يوم الأحد، وهذا هو الكرب. 10 أغسطس وين جاء أصحاب التين؟ المهالك أصحاب التين أضع إلى قضوتين وروحوا مستوى الكرب. هذا دار القهوة وهذا هو بيتنا، وهذا هو الدار القديم دار الخير على الدغرة حاصلنا. هذا اللي في الخلف هذا حبيب درمان. معذرة هذا هو الذوق. هذا البلسية. هذا القربة. مثلا نصور تحت. هذا بيت سالم سعد حالب، وهذا بيت عبد البناجي اللي ينبع على اليمين. هذا ضبع الشعب يا الوايل. هذه المعزبة، ماذا ترفع المعزبة يا علي بن علي؟ احكي عن المعزبة، ما ترفع المعزبة؟ ما
تعرف العبيده بس. ما نحن. أنا من العبيدة. هذه هي منطقة المعزبة. هذا اسمع لي اللي باليمين هذا اخر بيوت ورقه ولا اسمع هذا اخر بيوت الثلاثه اللي هنا يمين اسمع الذنب انا هنا بالكرب في ذنب بالكرب هنا وين الورقه هاي الورقه انا ما يذنب أنا هنا كذا كذا ما يصير يطلع ولا حاجة أمام رنا ما اليوم من غير ما صاحبي ليلة واضح علي لك كلمة الغية تعال
ماشي لعندك. هذه هي منطقة الكرب. هذا أول بيوت تعتبر هذه هي أسماء خيرها. أول بيوت. خلف دال القاهرة هذا راح بيضرب. من الغندربة. قطع قطع لها. كلها. شدها شدها بالمسح. هنا. لا لا الثاني. إيه لأنه شدة. أوه هاي. خلف حبيب ضرما خلف دال غالة حبيب ضرمان. هذا آه أخي يسمى اللي على يمي يسار حبيب ضرمان طبع الشعاب. وخلفه المعذبة. تحت المشرف الورقة ما دي ما لك. الدنبة. الدنبة ما يعني ما نخبرها كثير. هذا هو الكرب تم تصويره اليوم. هذا يعتبر تصوير ثالث. انا قد في 2 فيديوهات عندنا، فيديو صورنا من هذه الجهه وفيديو من هنا، وهذا التصوير الثالث. هذا التصوير الثالث في 2014، التصوير الاول في 2013. واليوم المغيل هنا، اليوم بنضل ان شاء الله بالصنيف وننزل مع المطر ان شاء الله. مع المطر ان شاء الله ني يلع مطر اليوم على الله. وفكري شفقه وشب الساعه، فكري جابنا الغداء الحين، ولكن ليش تأخر؟ أنا اللي لقط قاس هنسير. أوه ها فكري.